انما هو ممكن تستخدموه عادي. ها كده احنا عملنا ازازة خل تحفة اهيت. انا بقى ايه هبدأ بقى احط الباقي مهوت عندي ازازة. السلام عليكم حبايبي، اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده الخل، ازاي انت هتعمليه في البيت بكل سهولة وعامل معاكي كمية كبيرة كمان. والخل ده هو هنقدر اللي احنا نستخدمه في يعني في اي حاجه. في طبعا احنا الخل بيبقى ليه فوائد جميله جدا في الاستخدامات بالنسبه للملابس البيضاء، لما تنقعي كمان الهدوم البيضاء وتحطي معاها شويه خل واي مسحوق بقى عندك، سواء مسحوق بودره او برسيل جل وكده هوت، فبيدي يعني بيخلي الاصفرار كده على الملابس البيضاء بينزل في الميه يروح يعني، وده الكلام دوت يعني ايه في خطوه النقع. كمان اللي هو بيبقى مفيد كمان في التعقيم كمان اللي انت تعقمي بيه اي حاجه في قلب البيت، حتى لو انت مثلا بتمسحي الارضيات لو حطيتي شويه ميه بعد المسح كده اهوت، وميه بخل يعني جرد الميه تحطي عليه كوبايه خل وتبداي اللي انت بالشراشيب كده تمسحي الارضيات، يبقى كده انت كده بتعقمي الارضيات. كمان يعني بيبقى حلو كمان لما تدخليه كمان ايه في الغسالة كمان، يعني ممكن تضيفي برضو كوباية كده في الغسالة، برضو بتخلي الالوانات كده مزهزهة كده، وبيبقى حلو بيبقى حلو جدا جدا. كمان اللي هو بيستخدم كمان في تنظيف يعني الغسالة، يعني كل شهرين كده بتحتاج دورة تنظيف، بنحتاج اللي احنا نحط لها رطل خل كده اهوت ونشغلها كده اللي هي تنظف نفسها، فبيبقى حلو جدا. طبعا ممكن الخل برضو بيدخل في المنظفات، اي منظفات احنا يعني زي اللي انا بعملها كده في فيديوهات كده في قلب القناة، طبعا في وصفات بتحتاج الخل، فعلشان كده الخل انا بالنسبة لي ما بستغناش عنه، فعشان كده حبيت اللي انا اعمله لكم النهارده. وطبعا الخل دوت اللي انا هعمله يعني انا هستخدمه في المنظفات بس مش هستخدمه ايه في الاكل. لو بالنسبه للاكلات يعني ممكن تقدروا ان انتوا تجيبوا اللي هي ازازه الخل من بره، بس انا عاملاه النهارده عشان جميع اغراض المنظفات والتعقيم وكده اللي انا قلت لكم ايه عليها. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول لكم بقى ايه احنا هنعمل ايه. انا جبت من عند بتاع المنظفات خل خام، انا جايبه 2 كيلو شايفين، انا حتى ما رضيتش افضيهم الا لما تشوفوهم. ده خل مركز، انا جايبه 2 كيلو هعمله معايا كميه، حتى الراجل فكرني ان انا فاتحه محل. لا ده الببيع، انت عايزاه ليه؟ عايزاه ليه؟ قلت له عايزاه، فانا بصراحة عشان انا عندي بصراحة كده عشان المكان بعيد عن المكان بعيد، فعشان كده جبت 2 كيلو. فدلوقتي بقى ايه الحاجات معانا اهيت، هنبدا بقى ايه اول حاجة اللي انا هفضي معايا شفشق اهوت فاضي، هبدا اللي انا افضي فيه الخل ده اهوت عشان ابدا اللي انا اعرف اللي انا اصب في الازازة ديت. دي كده ازازة فاضية عندي اللي هي بتاعت حاجة ساعة بتاخد 2.5 حاجة يعني حاجة ساعة، بس مش شرط يعني لو ازازة 2 رتل عادي كده يعني. فدلوقتي انا هعمل ايه بقى، الخل ده اهوت الكيلو الخل لوحده بيتخفف ب20 رتل مية، فطبعا علشان انا اعمل الكمية ديت فانا بصراحة هخاف كمان اللي انا مثلا اكون بره في مشوار ولا حاجة، مثلا انا في الدور الرابع المية كمان ما بتطلع لناش الا بالماتور، وساعات تطلع ضعيفة، فانا اخاف اللي ابني مثلا يفكرها اللي هي مية فيكب منها وياخد وش ويغسل وشه او حاجات من ديت، فانا هعمل حاجة عشان تبقى امان برضه. فانا هعمل ايه دلوقتي، يعني مش هعمل الكميه كلها، مش هخففه مره واحده يعني، فانا هحط دلوقتي الاتنين رتل دول هفضيهم في قلب الازازه ايه ديت. هنا بقى انا هعمل ايه بقى على قد الاستخدام بس اللي انا ايه هستخدمه، وكل ما هستخدم كل ما هعوز هقول لكم انا هعمل ايه. بس هي اول حاجه عشان ايه انا ما تطلبوش بقى مني، فاول حاجه دي كده رتل ميه هنخليها على جنب، ومعايا ازاز فاضيه
كده. فدلوقتي بقى ايه، هبدأ ان انا افضي القمع دوت عشان هفضي بيه فالازازة حرقناه. فدلوقتي انا ايه هفضي بقى في الشفشق ده كده، هبدأ ان انا افضي الخل فيه يعني شفشق فاضي يعني. طبعا خلوا بالك لان ده تركيز 100%. تركيز 100%. خل خال ما بصوا ماما هتفضيه ازاي، ثواني يا ماما عشان ما امسكهوش بقى وعايزه البس. استنى عشان انا دلوقتي لازم تلبسهم كمامه اهي عشان اوريها لكم برضو اظهرها في الكاميرا اهي. انا كنت لابساها بس هلبسها تاني علشان دي لازم عشان الريحه من تحته قويه جدا. تركيز 100% يعني ما فيهاش كلام، ويعني لازم تستخدموا كمامه وانتوا بتلبسوا وانتوا بتستخدموها. وانا ده لابسه انا اصلا عندي حساسيه في جيب الانفيه. طبعا نقطه من الخل الخام ده هوت على الجلد هتودي في داهيه، فخلوا بالكم. المفروض البس جوانتي بس فانا بصراحه هي انا بكسلت تنزل، وابني كمان يعني مش عايز ينزل دلوقتي بيتفرج على التلفزيون، فراح اخلي بالي يعني. انا بجيب الساعة دلوقتي كمان يعني 11، فمش هنزلها برضو في وقت زي كده. فدلوقتي بقى ايه انا هخلي بالي، وهو يعني ايه ربنا يستر. هو مش هبدأ بالسكينة كده هو، بس هو طبعا مش هيعمل حاجة يعني جامدة يعني، بس هي عشان ايه كده انا هحطيه الريحة ايه طبعا يد كده الكيس عاملين بقى في الزبالة على طول. نبدأ فض التاني. الريحة من تحته على فكرة كويس ان انا لابسة الكمامة، الريحة طالعة جامدة عشان كده بيتخفف يعني. على فكرة الاتنين رتل دولت انا بتكلم وانا لابسة الكمامة، فهتلاقي الصوت ممكن يكون ايه واطي شوية، فالاتنين رتل دول يعني تخففهم باربعين رتل مية. انا الخل بستخدمه على طول في البيت، ما بستغناش عنه في المنظفات خالص وفي البرافين وفي كل حاجة. دلوقتي انا فضيته اهوت، هبدأ بقى بالازازة نحط هنا في قلب ايه اقوم كده في قلب الازازة عشان احتفظ بيه. وعلى فكرة لما اجي اشيله بقى بعد كده عشان برضو ايه ابني ما يفكروش مية ويشرب منه، فانا الازازة دي هخفيها خالص فوق دار المطبخ. فيلم حتى في فقرية كده صغيرة كده زهرة يا ندى؟ عشان بس ايه يبقى احنا موضحين كل حاجة لكم كده. خلاص نجيبها كده على جنب. دلوقتي ده فقرية صغننة خالص في الخل مش زهرة. ممكن بس عشان الإضاءة بس أنا شايفاها. هنعود بقى معايا بس تقفلها دلوقتي عشان اقول لكم ده كده معايا رتل ميه. انا معايا رابل بالميزان ماشي، فانا الرتل دوت هنحتاج منه قد ايه بقى كميه من الخل دوت. الرتل هياخد 50 جرام ماشي، فالفنجان اللي هو بتاع القهوه الصغير ده ملويه كده هوت هيبقى ايه خل ماشي.
يبقى كده ايه الريتم. لو انتوا عايزين تعملوا كميه كبيره وتشيلوها عندكم، ما هقول لكم تعملوا ايه. يبقى الاتنين، لو انتوا هتعملوا 2 رطل مثلا خل، او هنقول لكم بكيلو خل بس عشان ايه تبقوا انتوا عارفين، كيلو خل هتحطوا له 20 رطل ايه ميه بس كده، وتقلبوه مع بعض وتشيلوه في ازازه ايه كبيره، في 2 جيركن اللي يعجبكم يعني. لو انتوا عايزين تعملوا ايه كميه على بعضيها يعني، لو انتوا عايزين تعملوا زي انا ما بعمل، لا يبقى انتوا هتعملوا 1 رطل ميه وايه و50 جرام ايه خل هنحطهم عليه. فاحنا كده هيبقى عندنا يعني ايه، هنعمل 1 رطل كده خل، لا وهيكون تركيزه يعني حلو جدا. نعم. ف دلوقتي انا معايا ازازه فاضيه بتاعت خل كانت عندي، وبرده كان في ازازه عندي بتاعت السيا صوص غسلتها كويس، وهحط فيها برده خل لو في خل زياده فضل يعني ما كملش الازازه دي، فهفضي فيها برده. هنا بقى هنبدا ان انا اخد لحد اخرها 50 جرام، ملوي كده 50 جرام. لو انتوا عايزين تعيروها لو عندكم ميزان ممكن ايه، بس عشان املك بس كده اهوت. كده بقى عندنا خل. كده بقى عندنا خل. دلوقتي بقى انا هنعمل ايه، هنجيب معلقه بس اقلبه كده تقليبه. دلوقتي بقى انا هقفل الازازه. هاتي هنا ندى. كده انا قفلت الازازه ديت. دلوقتي بقى الازازه ديت على ظهر المطبخ اللي عندي اللي هو الخشب، هبدا ان انا الفها في كيس كويس او كيسين، واحطها كده على المطبخ من فوق وهي واقفه. المهم ان انا ايه ابعدها عن ابني عشان ما يفكرهاش ايه ميه، فانتوا لازم تتعاملوا مع الحاجات ديت يعني ايه بحذر. ماشي. هنا بقى انت هتعمله زي انا ما عملت كده، هيبقى ايه هتحطه بقى على قد على فكرة لما تعملوا كده اسهل لكم برضو احسن، وتخففوا يعني رتل برتل كده يعني. دلوقتي بقى انا هفضيه. طيب الازازة ديت ما بتاخدش رتل كامل يعني، تاخد اقل. شوفوا لما تعملوه انتوا بقى في البيت هتوفروا ياما على فكرة. هو كده بالتركيز بتاعه كده ممكن تستخدموه كمان في الاكلات والمنظفات، بس انا حابة ان انا اعمله بس في المنظفات بس، انما هو ممكن تستخدموه عادي. كده احنا عملنا ازازة خل تحفة اهيت. انا بقى ايه هبدأ ان انا احط الباقي ما هو عندي الازازة دي. لا عايزة أقوم مع أصغر عشان نجيب واحد أصغر. بس أنا بجيب القمة ده هوت مقاسات عشان إيه لما أصب في أي إزازة ألاقي إيه المقاس بتاعها. عندنا خل لا جميل جدا. شايف باين هنا شايفين دي فقاقيع
على فكرة أنا امبارح قعدت أبحث كده هوت، في ناس بتعمله وبتخففه بنفس الطريقة على النت وبيستخدموه في الأكلات عادي، بس أنا بصراحة يعني أنا أول مرة أعمله برضه، فحابة إن أنا أستخدمه في المنظفات بس لحد ما أتأكد هو يبقى صالح للأكل ولا لأ، بسأل الراجل تاني. بس حبيت إن أنا برضه أقول لكم إيه المعلومة ديت، لو أنتوا بتستخدموه في المنظفات كده ياما زيي، فإيه ف يعني تعملوا زي انا ما عملت ايه كده، ولما برضو اتاكد منه لما انا خفته بالطريقه دي هو هيبقى صالح للاكل ولا لا. فاتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، ولو هتعملوا كده زي انا ما عملت برضو باكد قبل ما اختم الفيديو الازازه دي شيلوها ايه بعيد خالص عن ايه عن الاطفال، لا ماشي، لان ده خامة، خلي خامة تركيز 100%، ماشي. ف انزل الكمامة عشان اعرف اخد نفسي. فتقولي رايكم كده حبايبي ايه في الفيديو، اتمنى اللي هو يكون عجبكم، وطبعا احنا كده وفرنا ياما بصراحة، يعني انا بجيب ازازة الخل ب10 جنيه عشان اعمل بيها الغسالة، فعشان كده انا حبيت ان انا اروح للراجل واجيب خامات الخامات منظفات كده من عنده، وجبت معاهم الخل بالمرة عشان اعرف ان انا ايه بدل ما يعني بدل ما اشتري كل شوية. يا ريت كده تقولوا رأيكم في الفيديو، ويعني ولو في اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي تعليقات، ولو في اي حاجة عايزين اللي انا اعملها قولوا لي عليها، وان شاء الله كده ننفذها مع بعض في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وكان معاكم حنان الوراقي وندى وفتحي، وكان معانا ندى بنتي. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.